ظهر عندنا. هو ظهر. طيب اوكي. ظهر عندنا. اوكي يا شباب، طبعا احنا المره اللي فاتت لما اتقابلنا مع بعض، الناس اللي كانوا معايا في المدرسه، خدنا مع بعض التحيات والوداع، الحاجات اللي بنقولها في التحيات والحاجات اللي بنقولها في الوداع، نفتكرها مع بعض. اول حاجه قلنا التحيات اللي هي البجروسونج، تحيات يعني بجروسونج. كنا بنقول ايه منها؟ مثلا قلنا هالو، قلنا فيلكومن، قلنا جوتن مورجن، جوتن تاج، جوتن ابند. فاكرينهم ولا لا؟ فاكرينه. تمام. وقلنا في الوداع اللي هو الابشيد، قلنا برضو قلنا جوتنخت. جوتنخت خلي بالنا ان هي تفترق عن جوتن مورجن وجوتن تاج وجوتن ابند. جوتنخت ان انا بقولها وانا داخل انام، تصبح على خير، فتعتبر من الكلمات اللي تدل على الوداع، جوتنخت. وقلنا كمان كلمه تشوس. تشوس يعني باي باي، بالفريندس يعني الناس الصحاب. لكن كلمة أوف فيدر زين، أو فيدر زين، أو لو قلتها بسرعة أو فيدر زين، دي بتتقال بصيغة الاحترام لو حد أكبر مني أو مدرس والطلبة بتوعه، أو مثلا ميتنج في شغل ولا انترفيو أو حاجة. فلما أقول وداع بقولها أو فيدر زين. وعندي كمان كلمة وداع في التليفون، بقول أو فيدر هيرن، أو فيدر هيرن. إيه الفرق ما بين زيهن وهيرن؟ الشباب اللي كانوا حاضرين معايا الحصة يفتكر مع بعض، إحنا قلنا زيهن يعني إيه؟ زيهن معناها لما يكون الشخص أمامي وأقول له مع السلامة. برافو عليك يا آلاء. إحنا قلنا زيهن يعني يرى، وهيرن يعني يسمع. فلما أقول أو فيدر زيهن يعني أنا شايفاك قدامي وبقول لك مع السلامة، لكن أو فيدر هيرن دي أنا بقولها وأنا على التليفون. تمام؟ أم تليفون جيشبراخ. اوكي طيب حلو قوي. دلوقتي عندنا الصفحه اللي قدامنا دي، اول صفحه في الكتاب. عندنا صورتين. اول صوره، اولا الشخص اللي معانا ده، الولد ده هيبقى معانا طول هو والبغبغان بتاعه طول الحصه يعني، او طول السنه. اوكي، فاحنا دلوقتي هنعرف من الصورتين لو شايفين واضحين قوي بالنسبه لكم. عندي اربع كلمات من البجروسنج اللي احنا خدناها، فالسؤال بيقول لي فير زاكت داس. فير يعني مين بيقول ده؟ مين بيقول في الصورتين؟ هنقسم اتنين واتنين. اول صورة بالنسبة لنا شايفين ايه؟ الولد هنا بيعمل ايه؟ على فكرة الولد اسمه تيمو. هنا اعتقد ان الولد لسه داخل البيت وبيكلم البغبغان بتاعه، فهيقول له ايه؟ هو مشاور لي سهم، قال لي كلمة هالو، اول واحدة هالو. تفتكروا الحاجة التانية اللي هتبقى؟ أنا لسه داخلة البيت بسلم على الناس، إيه الحاجة التانية من الأربعة اللي هتتقال؟ في كلمة كمان جوتن تاج. جوتن تاج اللي هي أول واحدة يعني يومك سعيد، جوتن تاج. يبقى أنا دلوقتي أول كلمتين عندي هالو، تاني كلمة جوتن تاج. جوتن تاج يعني يومك سعيد. وطبعا لو نفتكر برضو احنا قلنا جوتن تاج دي بنقولها من الفترة اللي هي من بعد الساعة 12 الظهر لقبل المغرب بشوية، من قبل ما الشمس تغرب بشوية، اللي هي جود افترنون يعني. اوكي طيب، الصورة التانية بالنسبة لي تيمو بيشاور للبغبغان بتاعه بيقول له مع السلامة. فانا دلوقتي عايز اعرف مع السلامة اوف دويتش اقولها ازاي. عندي اتنين مكتوبين عندي هما اللي فاضلين، يا اما هيقول او فيدرزين، يا اما هيقول تشوس. يبقى او فيدر زين مع السلامه بطريقه الاحترام، وتشوس يعني باي باي. اوكي، يبقى انا دلوقتي زي المره اللي فاتت لما خدنا مع بعض الابشيد والبجروسونج. مين بقى تاني يقول لي ايه هي البجروسونج؟ التحيات. الناس اللي كانوا معايا قلنا ايه؟ هالو. هالو تمام. ويلكومن. ويلكومن ريشتس. جوتن مورجن. جوتن مورجن بريما. جوتن تاج. جوتن تاج. طيب الاء، جوتن مورجن بقولها امتى؟ اني الاء بالظبط. الاء محمد اللي كانت بتقول. اني جوتن مورجن دي بتتقال امتى؟
من الساعة 6 الصبح ل 10 الصبح؟ من الساعة 6 الصبح لحد قبل الظهر بشوية. تمام، برافو عليكي. اوكي، في حاجة كمان؟ في حاجة كمان في البجروسون ما اتقالتش؟ جوتن ابند صح؟ اه جوتن ابند دي كنا بنقولها امتى بقى؟ اخر حاجة معناها ايه؟ جوتن ابند يعني مساء الخير. مساء الخير، حلو قوي. برضو بتتقال من فترة من المغرب لحد او لما نام بشوية، الفترة بتاعت المساء معناها مساء الخير. اوكي، في الابشيد كنا بنقول ايه في الابشيد؟ تشوس جوتن اي مومنت. الا خالد، الا محمد، استني شوية. الا خالد قولي لي جوتن اخت تشوس ايه كمان؟ الاثنين اللي بصيغة رسمية. لا مش عارف. او فيدر زين، او فيدر زين، او فيدر هورن. حلوة قوي. او فيدر هورن دي بنقولها امتى؟ لما بنكون على التليفون. تمام، حلوة قوي. يبقى احنا كده خدنا البيجروسونج والابشيد، التحيات والحاجات اللي بودع بيها او بقول بيها صيغة الوداع. اوكي، دلوقتي انا عندي ديالوج وشوية صور. لو بصينا على الصورة الأولانية نمر A، هنا واحد بتاع بريد بيودي طرد لست في البيت. أوكي، الصورة الثانية نمر B، اتنين راجل وست قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون على نشرة أخبار أو على برنامج توك شو. الصورة اللي هي نمر C، هنا اتنين، واحد داخل البيت والتاني معدي فشاوروا البعض، بيسلموا على بعض أو بيودعوا بعض. آخر صورة خالص فاتر أو أب بيودع ولاده وهما هيناموا. هقرا في عندي بعد كده تكست او بي وتسي ودي، دول هصنفهم مع الصور. انا هقرا، تمام، هو حلل لي اول واحده، انا هقرا واحنا بعد كده هنشوف انهي صوره مناسبه وهترجم لكم معايا. اول واحده هو حللها لي، قال او فيدر زين هير شرودر. رد عليه قال له تشوس فليكس. هير شرودر يعني استاذ شرودر، هو اسمه كده استاذ شرودر زي استاذ محمد واستاذ حسين. اوكي، يبقى او فيدر زين هير شرودر تشوس هير فليكس. دي هو حللها لي وقال لي ان دي نمرة سي، الصوره اللي فيها الراجل داخل بيته والتاني معدي بالعجله قدامه. طيب التكست اللي بعديه بيقول لي جوتن ابند ماين دامن اند هيرن ويلكومن باي موزيك ايست انترناسيونال. الجمله بتقول لي جوتن ابند، مساء الخير، ماين دامن اند هيرن، سيداتي وسادتي. ويلكومن، اهلا ومرحبا، باي، في موزيك ايست انترناسيونال، الموسيقى العالميه. يبقى هنا انهي بيلد، انهي صوره مناسبه للكلام اللي انا قلته ده؟ يا عمر بت، هتبقى نمبر بي بت. عمر عايز اسمعك تاني معلش. هتبقى نمبر بي. بي رشتش نمبر بي. يبقى هو دلوقتي التكست اللي احنا قريناه ده هيبقى نمر بي، الراجل والست اللي قاعدين قدام التلفزيون بيتفرجوا على برنامج توك شو. يا دانك شون عمر، شكرا. اوكي، تكست نمر دراي. جوتن مورجن فراو شرودر. طبعا فراو برضو هنا هناك في الغرب بيندهوا الست باسم جوزها او اسم عيلتها، فهنا فراو شرودر يعني اسمها. اوكي، جوتن مورجن او دانك فيدر زين. قالت صباح الخير فراو شرودر، صباح الخير او دانك. اوكي الاء، ايه هتبقى ايه نمر A؟ يا بريما رشتش الاء، نمر A اسمها A نشت ايه بالالماني، احنا بنقول A. طبعا الدرس بتاع الحروف بتاعنا هناخده ان شاء الله الحصه الجايه.
اوكي اخر تكست خالص جوتن ناخت ناخت ماما هي طلعت ست ها يا بيت محمد دي دي بريما دير جوت اوكي يبقى احنا دلوقتي صنفنا البيلد او على حسب التكست اللي عندي الصور البيلد يعني الصور على حسب التكستات اللي عندي حلو قوي طيب من التكستات دي يا شباب يلا نطلع البجروسونج يلا نطلع الابشيد بجروسونج التحيات والابشيد الوداع هناخد من اول تكست اللي هو اللي احنا قلنا عليه ان هو نمرة سي مين هيقول لي ايه الحاجات اللي عندي ايه الكلمات اللي موجوده عندي اعتبرها ابشيد ولا بجروسونج اللي هو بيقول لي او فيدر زين هير شرودر تشوز فيليكس يا الاء بيتا او فيدر زين اللي هي ابشيد فيدر زين اللي هي ابشيد بريما يا وتشوز برضو ابشيد برافو عليكي وتشوز كمان تعتبر ابشيد يا ثانك شون الاء اوكي التكست الثاني اللي هو جوتن ابند Meine Damen und Herren, willkommen bei Musik ist international. يلا مين هيطلع لي الابشيد او البجروسونج؟ بيت عمر. اتفضل يا عمر. اعتبر جوتن ابند. جوتن ابند تعتبر ايه؟ بجروسونج ولا الابشيد؟ جوتن ابند تعتبر من التحيات. ما اعرفش التحيات ها عمر اوكي الاء رحنا التحيات جوتن ابن جوتن ابن من البجروسون تمام وبالكومن من البجروسون بالكومن بجروسون برضو يا طيب يا شباب نكتب او لو معانا يعني هفت كشكول نكتب ان دامن يعني سيداتي وهرن يعني سادتي اوكي اوكي نو تكست نمبر دراي تكست الثالث جوتن مورجن فراو شرودر جوتن مورجن او دانك فيدر زين ايه البجروسونج وايه الابشيد يا نوخ اين مال عمر عمر اعتبر جوتن مورجن جوتن مورجن دي اوكي دي تعتبر من اللي هي برضه التحيات الصباح انا بحاول اسمعك يا عمر معلش وضح صوتك الجوتن مورجن دي تعتبر بجروسونج ولا ابشيد اوكي هتبقى جوتن مورجن من التحيات الصبح حلو قوي تحياتي عمر اسمها بجروسونج بجروسونج اوكي تحيات يعني بجروسونج اوكي بس نخت تمام ونبقى عندي ضعيف برضه ايه كمان عندي عمر في الجمل دي احنا قلنا جوتن مورجن بجروسونج في حاجه كمان بس مش ما تعتبرش بجروسونج تعتبر ابشيد فين الابشيد عندك في الجمله فيدر زين اخر كلمه خالص اللي هي فيدر فيدر زين اسمها فيدر زين فيدر زين يعني مع السلامه يا دانك شون يبقى جوتن مورجن بجروسونج وابشيد اللي هي فيدر زين يا بريما اوكي اخر تكست خالص جوتن اخت نخت ماما ايه البجروسونج ولا ابشيد انهي واحده بقى بجروسونج ولا ابشيد يلا الاء محمد اتفضلي ابشيد ابشيد برافو عليكي يبقى جوتن اخت تعتبر ابشيد اوكي دانك شون طبعا يبقى احنا كده خدنا
البيجروسنج والابشيد والتحيات والوداع. اخر حاجه هنقولها ان جوتن مورجن بنقولها الصبح من الساعه 6 اي ام لحد الساعه 12 اوكي، اللي هي قبل الظهر بشويه. وبعد كده بنقول جوتن جوتن تاج، يعني يومك سعيد. الصوره من عندي الصوره مش ظاهره. اوكي اي مومنت الشيت مش ظاهر. وانا كده كده عموما انا براجع يا شباب ما تقلقوش، انا براجع اللي انا قلته دلوقتي. تمام اوكي خلاص تمام كده خلاص الحصص خلصت. انا بس براجع اللي انا قلته. اوكي اخر حاجه هقولها، جوتن مورجن بتقال من 6 الصبح لحد قبل الظهر بشويه، قبل الساعه 12. جوتن تاج يومك سعيد بقولها من الساعه 12 الظهر لحد قبل المغرب بشويه، قبل الساعه 6 بشويه الشمس تغرب يعني. جوتن ابند يعني مساء الخير. واخر حاجه بقولها تعتبر وداع، بقول جوتا ناخت، جوتا ناخت يعني تصبح على خير. بالنسبه للابشيد بقول تشوس، باي باي ما بين الصحاب. لكن لما اقول فيدر زين او فيدر هيرن او فيدر زين في الميتنج، او وانا لو انا قدامي حد كبير او قدامي مثلا مدير والموظفين بتوعه الطلبه والمدرسين، لما اجي اقول بطريقه رسميه بقول او فيدر زين او فيدر زين. لما اجي اقول في التليفون مع السلامه بقول او فيدر هيرن اوف فيدر هيرن اوف فيدر هيرن. دي في التليفون ام تليفون جسبراخ. اوكي يا شباب. واخر حاجه بقولها بيس بالد، بيس بالد يعني الى اللقاء، بيس بالد. تمام. في حد عنده سؤال في اللي انا قلته؟ وانا عندي حاجه واحده بس، يعني هي يعني مش جوه الدرس. وانا لو انا عايز اجيب التسجيل دوت تمام طب عمر يا حبيبي عمر اقدر اجيبه منين؟ والشيت برضه نفس الموضوع. عمر اكتب لي على الشات عشان صوتك مش واضح عندي معلش. فراو دانكشن بتشن. طبعا يعني الاء اللي قالت دانك شون يعني شكرا جزيلا، بيت شون يعني العفو. اوكي الحصه الجايه ان شاء الله هناخد مع بعض الحروف وازاي بننطقها، وان شاء الله هتبقى سهله بالنسبه لكم باذن الله. يعني لو في اي حد عنده اي سؤال ان شاء الله ابقى معاكم في المدرسه او معاكم هنا اونلاين في اي وقت ان شاء الله. تمام تشوس. عمر لو عايز تجيب الشتات او التسجيل هتلاقيه على البرنامج، يبقى هتلاقيه على البرنامج، وكتاب المدرسه برضو موجود عندك على البرنامج. ايه اوكي او فيدر زين تشوس. هو يعني اتشوس مش يعني تشيس
تشيس دي. ايوه مين بيسال؟ انا محمد. محمد مهاب. اوكي تشيس يعني مع السلامه او باي باي، بس بين الصحاب. اه ماشي تمام، يعني باي باي اللي هي تشيس. اوكي ماشي. انا معاك. لو في حاجه تاني؟ لا شكرا. مركز بكره، بكره عندنا ان شاء الله. ان شاء الله ماشي. اوكي حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ اوكي فيدر زين.